السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير. انتم تشاهدوا هذا الفيديو هذا اليوم اقترح لكم تشيز كيك بالشوكولا والقرقاع والنوازات. تيجي زوين بزاف بزاف بزاف. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو وتشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات عندنا تقريبا نص كاس ديال الزبده مذوبه، عندنا 3 المعالق ديال السكر كلاسي، عندي هذاك الروح ديال القهوه، عندي ماسكاربون، عندي فيلادلفيا، عندي كريم شونتي، وعندي نوتيلا، وعندي تقريبا 125 غرام ديال الشوكولا مذوبه، وعندي البسكوي اللي طحنته قبل. هنايا عندي لوتوس وماريا بسكوي ماريا، وعندي زلافه مخلطه ما بين القرقاع والنوازات. حمرتهم وطحنتهم مزيان. اول حاجه تناخذوا داك البسكويت تنطحنوه، تيكون عندنا قبل مطحون ولا مدقوق، تنزيدوا عليه داك نص كاس ديال الزبده، تنخلطوا هادشي مزيان. تيكون عندكم مول داير تدوسوا فيه الخليط بحال هكا، وتتاخذوا سواء غير بيديكم هكا تقادوه مزيان ولا بشي كاس بالقاع ديال الكاس، تتقادوا هذاك البسكوي على الجناب. من بعد غادي ناخذ ماسكاربون غادي نطربو، وغنزيد فيلادلفيا، وسكر كلاسي، غادي نضرب هادشي مزيان. ومن بعد غادي ناخذ واحد الاناء اخر وغادي نزيد فيه تقريبا ربعة ديال الكريم شونتي، وغادي نضربها مزيان. ما غنزيد عليها لا السكر لا والو، غير طلع هكا شويه. صافي. ومن بعد تاخذوا سباتول ولا معلقه خشبيه وتزيدوا هذيك لا كريم شونتي على الماسكاربون وهذيك لا فيلادلفيا اللي ضربنا قبل، تتبقاو هكا بشويه تتحركوا من تحت للفوق. تتبقاو تزيدوا لا شونتي غير بشويه بشويه. وانا غادي نزيد حتى ياغورت ناتشور، زيدوا اي ياغورت ناتشور عندكم يكون كريمي. ومن بعد غادي نزيد شوكولا 125 غرام ديال الشوكولا اللي ذوبت في الباماري، وغادي تزيدوا تقريبا 4 المعالق حتى 5 المعالق ديال الشوكولا ديال نوتيلا. كما قلت لكم انا زدت هذا النوع هذا ديال الياغورت، ومن بعد غادي نزيد نوتيلا 4 حتى 5 المعالق ديال نوتيلا. صافي تنخلطوا هادشي مزيان بمعلقه خشبيه هكا، وغادي نزيد القرقاع والنوازات اللي قلت لكم حمرت قبل. من تكونوا من تبغيو تحمروه ديروا غير العافيه مهيله حيت غير تيتحرق، وتتحيدوا هذيك القشره اللي تكون من الفوق ديال القرقاع باش ما تجيناش مره، وحتى ديك القشره اللي تكون في النوازات تطحنوها وتزيدوها. هاد التشيز كيك هذا تيجي زوين بزاف بزاف، ما عارفين المذاق ديال الشوكولا مع القرقاع او النوازات تيتماشى بزاف. غنزيد طريقه ديال او هكا شويه ديال الروح ديال القهوه حتى هي تجي زوينه بزاف، ولا تقدروا ديروا غير الفاني، مي القهوه تتماشى اكثر مع الشوكولا. صافي. وهذا البسكوي من بعد ما تتقادوه مزيان في المول تديروا له سولوفان وتدخلوه
السلوفان او في الماء ليمونتيغ وتدخلوه للكونجيلاتور. ومن بعد خرجته غادي نكب الخليط ديال التشيز كيك. صافي كيما قلت لكم، من بعد ما خرجت المول من الكونجيلاتور غناخذ الخليط اللي وجدت قبل وغادي نكبو في المول وغنقادو مزيان. تتقادو الوجه ديالو مزيان بالسباتول وتديرو له سولفان وتدخلو اول في الماء الموطور وتدخلو الكونجيلاتور واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع وتيكون واجد. انا خرجته من الكونجيلاتور هكا، غادي نحيد ليه هذاك الاطار ديال المول. في انا درت زينته بشكل عادي، خديت شويه ديال النوازيت حيت له القشره حطيته بهذا الشكل هذا. ومن بعد خديت شويه ديال الشوكولا دوبتها. تديروا خطوط هكا كيف ما بغيتوا، زينوا بشكل اللي بغيتوا، تقدروا ديروا غاناش هكا وتكبوا على الوجه ديالو كامل ولا ديروا غير كيف ما درت انا بحال هكا. بهذا الشكل هذا صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالنا او غاتو شوكولا. تيجي زوين روعه قضيه، تيجي غزال من تكونوا تاكلوا دوك المذاق ديال ريحه القهوه مع الشوكولا مع ديك القرمشه ديال الكركاع والنوازيت. تيجي زوين بزاف بزاف مع كيس القهوه. نقطع لكم طريف باش تشوفوا. تيجي على هذا الشكل هذا، قبيات يجي غزال. تقدروا تبدلوا في المقادير كيف ما بغيتوا، تزيدوا ولا تنقصوا شي حاجة. كان هذا هو الفيديو اليوم، نتمنى تجربوا. قبيات يجي زوين بزاف 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 وبسيط في التوجه ديالو، ماشي ما في المكونات ديالو ماشي كثيرة، وحتى في التوجه ديالو ماشي يعني سهل في التوجه بالزربة. شي حاجه اللي تقدروا ديروها دغيا دغيا هكا وتجي زوينه بزاف. تجي والارواح. كان هذا هو الفيديو اليوم، بصحه وراحه. نتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، ونقول لكم سلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.